قالت مديرة مكتب إعلام الأونروا في غزة إنس حمدان إن الأهالي في قطاع غزة يعانون من أوضاع صعبة وكارثية. واستنكرت حمدان خلال مداخلة تليفونية لها مع التلفزيون المصري استمرار إغراق القوات الإسرائيلية للمعابر من الجهة الفلسطينية. يعني الأونروا موقفها واضح منذ بدء السياحة البري لمدينة رفح وتحديدا المنطقة الشرقية. الأونروا لا تزال باقية في مناطق الجنوب مدينة رفح وتحاول تقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات. يعني نحن لا نزال ندير عيادات أو مراكز صحية في مناطق الجنوب والوسط، وهناك أيضا الخدمات الأخرى التي نقدمها مثل خدمات الدعم النفسي وغيرها. نقدم لا نزال نقدم المواد الغذائية، ولكن الخطر المحدق حاليا والكارثة التي يعني نحن على وشك مواجهتها في حال لم يتم إعادة فتح المعابر هي نفاذ هذه الكميات، نفاذ الوقود ونفاذ الأغذية التي توزع على النازحين في ظل احتياج مهول لهؤلاء النازحين. يعني كل هؤلاء النازحين يحتاجون إلى خيام مثلا، مواد غير إغاثية، مواد غير غذائية عفوا، أغطية مثلا نايلون أو الأمور التي تلزمهم في فترة النزوح من مكان إلى آخر. هذه هي الإشكالية.